فلذلك ما غاديش انا ندافع على محاصره الحكومه، الحكومه اشتغلت وجدت مع الاسف تراكمات تاع سنوات ديال غياب سياسه حقيقيه الشباب جعلتنا امام مشاكل كبيره. هي احدى التفتيت كما عارفين الاعلام في الواقع السكون توصلوا في نظري، انا نظري مع العمر ديالي، نظري خصنا نوصلوا للشباب ديالنا والعائلات ديالهم الامل ان بلادنا فيها امل. ما يمكنش نسدوا الامل على الشباب ديالنا، نقول ليه البلاد ما في السوداء ونبينوا اوروبا لانها جنه، راه اوروبا ماشي جنه. المغرب يمكن تلقى راسك في المغرب الا عندك الاراده وعندك التكوين اللازم، يمكن تلقى راسك تنجح في المغرب. هذا هو الجواب اللي بان، هذا الشيء اللي بان نديروا لهم، هذا الشيء اللي بان نسمعوه للمواطنين والمواطنات. هذاك الموضوع اللي كان في الفنيدق راه غيتكرر، لان المغرب راه المغرب بلد استقبال وبلد مرور للمهاجرين افارقه وديال المغرب العربي، يقدر يجيو من اسيا الى اخره. يعني المغرب قريب لاوروبا 14 كيلومتر 200 كيلومتر في الطغور سبته. وبالتالي كذلك راه الى تبعتوا الاعمال اللي كانت دارت في الميثاق الدولي للهجرات اللي كان في مراكش، الميثاق الدولي للامم المتحده، راه تذكروا الناس في هذا الشيء على ان مستقبلا اخطر ما يمكن يصيب المغرب بواحد الطريقه في المغرب هو هذه الهجرات اللي غادي يجيو من افريقيا، اللي نتيجه على الحروب اللي كاين في افريقيا، نتيجه كذلك على التغيرات المناخيه اللي غتكون في افريقيا. اللي خصناكم مستعدين لهذا الموضوع ديال الهجرات تكون سنويا كتكاثر اكثر من هذا الشيء. وعندنا اتفاقيه دوليه فيما يخص هذا الموضوع باش يمكن تكون الهجره مضبوطه قانونيه. هذا الشيء اللي كان جينا لعدم التكوين ديالنا، ماشي غير الشباب، لي فامي ديالنا، العائلات ديالنا كيقولوا مع راسهم راه داك الشيء اللي في تيك توك وداك الشيء اللي في اليوتيوب هو الصحيح. ولكن اش كنشوفوا في التيك توك واليوتيوب؟ اش كنشوفوا؟ اش كيشوف الناس؟ إذا دخلتي أنت للقهوة، أنتم شباب كتقعدوا، إذا قعدتوا شي نهار في شي قهوة وشوفوا الناس اللي قاعدين هازين التليفون بورتابل ديالهم، ردوا أنتم كشباب شوف غير اش كيشوفوا هذوك الناس. راه ما كاينش شي واحد كيقلب على شي موضوع يدخل شي جوجل يقلب على جو سي با على الجغرافيا على التعليم على كذا شي حاجة اللي والو، أمي فاطنة هذا كيسب هذا، هذا كيسب هذا، البلاد فيها كذا، هادشي كيشوفوا الناس. وبالتالي الشباب كيتسحبوا شي صحيح، ماشي صحيح، ماشي صحيح. بلادنا نجحت في واحد عدد البرامج كبيره جدا، ومالكم انا كنقول خص الناس الشباب ديالي يخرج على برا، يخرج لافريقيا، يخرج للجزائر، يخرج للبلدان العربيه باش يشوف التطور اللي في بلادنا بالرغم الامكانيات اللي ما ما اللي اللي في البلاد. امكانيات ماشي امكانيات اللي عند الجزائريين، نفس البترول، الغاز، الباكو، اللي احنا ما عندناش. ولكن اذا قارنتي العاصمه ديالهم مع عاصمتنا، لقيتي المارشيات ديالهم مع المارشيات ديالنا، راه ما انا مشيت ثلاثه اربعه ولا خمسه خطرات، راه فرق شاسع بين السماء والارض. واذا نفتخروا بشويه بلادنا، نفتخروا بما حققناه، ونضغطوا على ما حققناه. واحد الحاجه بزاف الحوايج ما حققناهم، وهذه الحكومه اللي قلتوا كانت مسؤوله، نعم مسؤوله باش دير الاصلاحات اللي هي اساسيه بالنسبه لتطوير شبابنا. اصلاحات في ميزان القضاء، شتيها منوضي اللحيحه، والو ما كاين غير القضاء ما يديروا ما يفعلوا. ولكن اذا دخلتوا للصم الموضوع ديال هذا الاصلاح القضاء غتلقاوه مزيان. اصلاح التعليم، هذا الاصلاح ديال التعليم هو الساروت، هو الساس باش يمكن نصلحوا شبابنا ونصلحوا المستقبل ديال شبابنا. نيض عليه الحيحه، اصلاح النقابات غادي نولي الحيحه، اصلاح التقاعد بين دول الحيحه، اصلاحات هما هذه الاصلاحات الاساسيه اللي يمكن تطور بلادنا وتجعل بلادنا في مقدمات الدول باش نكونوا فريمون دوك الدول الرائده اللي غتكون اللي نتوق باش نكونوا ضمن هذوك الدول الصاعده فعلا اللي كنشوفوهم. وكتشوفوا واش بلادنا ولات كتلعب دور كبير فيما يخص تصدير السيارات، راه ماشي سهل. ما نقلوش بلادنا ان دوك العام الجاي نقدروا نوصلوا مليون سياره اللي كان في السوق الاوروبيه المشتركه. حنا ثاني مورد ديال السيارات السوق الاوروبيه، ماشي سهل. واش كيصوب وماشي السيارات كنركبوهم، راه 60% ديالها كتصوب في بلاد، 60% ديال اللي كيتركب كتصوب في بلاد، لان الانتيغراسيون ديالو 60%. وشكون اللي كيخدم تما؟ خدامين الشباب اللي عندهم تكوين. واش جايبينهم من اوغندا؟ راه هذوك الشباب المغربي اللي خدام. فسنعطي ما كايناش طائره في العالم ما فيهاش بياسه مصوبه في المغرب، هذا خصنا نفتخروا به. واش كيصوب هذا الشيء؟ صوبوا دوك الشارجين بحالي انا،
كيصوبوا الشباب سير تقات ما الشباب اللي كيصوب هادشي، وبالتالي خصنا نعطيو الامل للشباب ديالنا، ما نعطيوهمش هاد الافكار. راه فرنسا، راه بلجيكا، راه فرنسا وبلجيكا واوروبا راه اللي ممكنش تعيش فيها ابدا الا ما كانش عندك فريمون خدام شي خدمه مزيانه، عندك تكوين كبير عاد تعيش قدك قدك. اما الا ما عندكش تكوين ما سمعتك والو، غتمشي لتما غادي الحيطات الاستغلال والانحطاط، وتنعس تحت القطره وتمشي عند خوك صحابك وما يقبلكش. هنا دوك اللي ما يخدموش هنا في اللي ما يخدموش في الزيتون، دروك الزيتون باش دروك دروك الزيتون باش تخدم في الزيتون راه 25 فرنك 30 فرنك النهار، النهار النهار يمشي يخدم، ما يخدمش هنا ما يرضاش يخدم هنا، يمشي لاسبانيا يمشي يخدم يحفر في يوصل البقار ويحيد الزيتون في اسبانيا بنفس الثمن ب 25 اورو 30 اورو وفي النوار. واش فهمتي؟ هذا هو خصني الشباب نقول هذا الشيء، ماشي ديك الجنه. الجنه عندك هنا الا خدمتي، الا كنتي تقرا وعندك رغبه باش تقرا باش تتعلم. بيان سور كاين الهشاشه ما يمكنش دير الطراق وتسد، ولكن السياسات اللي بدات هذه الحكومه انا كنقول لك انا اذا استمرت واحد كما استمروا هذوك واحد 10 سنين غادي تحول المغرب ان شاء الله الى شيء اخر. وانتم راه كتشوفوا الرباط كي كانت كي ولات، واش ما فرحانينش باش تشيلوا في الرباط؟ ماشي شفتوا الشمال، مشيتوا لاكادير الخدمه اللي فيها، مشيتوا لمراكش الخدمه اللي فيها. اذا هادشي كيشرف بلادنا، ماشي بلادنا بلاد الظلمات، بلاد البقر، بلاد الفساد، بلاد الكذا، بلاد الريع، بلاد لا لا ماشي غير صحيح، غير صحيح غير صحيح غير صحيح. بلادنا عندها مسائل اللي هي مزيانه، خصنا نوركوا عليها نبينوها للناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.